النادره في كرتنا يا اخوي سالم ان الدولي صراحه العاسي اخر مباراه له في مسيرته التحكيميه اخوي سالم، فحدث مميز دولي حيجي لقناه الليبيا الرياضيه. طبعا حدث مش من الاحداث اللي تكرر، الحاسي في لفته مميزه. طبعا دولينا اخر مباراه اليوم 16 سنه مسيره تحكيميه مميزه جدا، اليوم نشاهدوا اخر مباراه للدوري صلاح الحاسي على الملاعب يعني كحكم مساعد مباشر. طبعا المراقب المباراه انضم لنا الدوري، تفضل. الحمد لله رب العالمين، نشكر الجمهور ونشكر نادي الاهلي ونادي التحدي، هم يعني الحمد لله ختمت مسيرتي في بنغازي، بديت في بنغازي وختمت في بنغازي، وبارك الله فيكم وشكرا والحمد لله رب العالمين. يا دولي محمد ولا سليم حنحصلوا منهم حكم ولا ما نحصلش؟ ان شاء الله اللاعبين مش حكم، ان شاء الله تحصل منهم لاعبين مش حكم. مسيرتك اللي 16 سنه دولي فيها طبعا اخفاقات وفيها تميز، شنو تقول للوسط اللي انت فيه اللي هو طبعا الحكم دائما هو مظلوم بصراحه يعني في الوسط الرياضي بشكل عام، الحكم هو الشخص اللي دائما شماعات الاخفاقات عليه، وبالرغم من انه يعني ما فيش دعم لوجستي، ما فيش شيء، نحن نشاهد العالم كيف متقدم في جميع المناحي وخاصه عند الحكام الا في ليبيا دولي. والله اولا انت عارف الحكم الليبي يعني يحكم بالوسائل القديمه اللي هي الرايه فقط والصفاره والبطاقات، يعني الحمد لله يعني شوف انت يعني الاخطاء قليله، يعني نحاولوا ان نطلع باقل اخطاء، نوسخوا الحكام بالضمير ويعطوا حق كل فريق لان هذا عرق انديه، ونحاولوا نحن الله غالب راهو خطا الحكم ديما خطا عفوي من غير قصد، حتى ولو كان يعني الامور جات عفويه ما ضروري الاداريين والاطقم الفنيه يخلونا نحكموا، ضروري المسيره تسير، يعني ضروري يطلع حكم جديد ويخفق مره واثنين، لكن احنا نبوا من الاداريين ومن الانديه يصبروا على حكامنا، وان شاء الله حنكونوا في المستوى باذن الله، اذا كان يعني اتحاد الكوره اللي وعدونا انهم حيجيبوا لنا سماعات وحتشوف الفرق الكبير بعدين وتشوف كيف اداء الحكام يتغير. نشكر اتحاد الكوره على راسهم الاستاذ عبد الحكيم عبد الشنماني، نشكر الاستاذ عادل اللوجلي ومجدي شعيب، الشباب كلهم بارك الله فيهم وما قصروا، وشكر خاص الاتحاد الفرعي استاذ منعم والاتحاد اللجنه الفرعيه وبارك الله فيك. بيا دولي اخيرا هلا هنشاهدوك مراقب والله حتى بعد علي مجال والله هذا مجال ما نقدرش نسيبه، بدينا فيه حنكملوا فيه ان شاء الله بنقول لك توفيق مش حندخل على ان شاء الله. شكرا يا دولي، شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام نشاهدوا يعني في اجواء مميزه جدا.